لا عزيزي، انا اقول شنو؟ شنو اقول سيد محمد غير مجتهد؟ عزيزي، من يقول هذا مجتهد وهذا غير مجتهد هم اهل الخبره وليس انا. انا اقول بانه سمعت سيد حسين بحر العلوم يشهد له بانه مجتهد، اكثر من هذا ما اشهد. فقط اكثر من هذا ما اشهد. واشهد ايضا ان سيد حسين بحر العلوم اراد ان يكتب ان السيد السيستاني هو اعلم المراجع الموجودين، ولكن منعه احد المشايخ الموجودين الان. قال له سيدنا هاي يسوي لنا مشاكل. سيد حسين بحر العلوم اراد ان يكتب فتوى بان السيد السيستاني هو اعلم المراجع الموجودين، ولكن احد المشايخ المقربين من السيد بحر العلوم رحمه الله عليه قال له سيدنا هاي سيدنا الفتوى تسوي لنا مشاكل لا تكتبها. ولكن هذا رايه، راي سيد حسين بحر العلوم ان السيد السيستاني كان اعلم المراجع الموجودين. اما تقول لي ليش السيد هو متصدي اذا هو يعتقد اعلم المراجع المتصدين؟ لانه سيد حسين بحر العلوم كان لا يعتقد بوجوب الرجوع الى الاعلام. لما تقول له سيدنا اقلد من؟ قال لك قلدني. قال له سيدنا انت مو الاعلم؟ قال لك ما واجب تقليد الاعلام عندي. عزيزي شيخ، بما أنتم تقلدون السيد الخوي وترجعون بالمستحدثات للسيد السيستاني، لماذا تشكلون للصدر على تقليد للصدرين على تقليد؟ عزيزي احنا ما نشكل على الصدرين لما يقلدون السيد الصدر، نشكل على التقليد الابتدائي فقط. لنا علاقة بالتقليد البقائي، تقليد البقائي هذا مو يمنا، تقليد البقائي يم المرجع اللي يرجعون له. احنا ما نقول للصدري لا تقلد السيد الصدر إذا أنت مقلده في حياته، هذا ترجع به للمرجع الأعلم وهو يعطيك إجازة. الآن لو واحد يقول لي أريد أقلد السيد الصدر وهو بحياته ما مقلده، أقول له لا تقلد. لو واحد يقول لي الآن أريد أقلد السيد الخوي وهو ما مقلده بحياته، أقول له لا تقلد. ليش؟ أقول له لأنه هذا تقليد ابتدائي، لا يجوز تقليد الميت ابتداء لا السيد الخوي ولا غير السيد الخوي. هذا الموجود بالفقه، ما له علاقة بالسيد الصدر أو السيد الخوي أو السيد الحكيم أو السيد محمد باقر أو غير أي عالم. لا يقلد ابتداء، لا يعلم لا يقلد ابتداء، حتى وإن كان أعلم عندك، أعلم حتى لو كان عندك أعلم ما يقلد ابتداء. واضح؟ فالقضية مو إشكال على تقليد السيد، الإشكال على تقليد السيد ابتداء وليس السيد فقط. الآن إذا قلد السيد الخوي قل لا تقلده، لأن السيد الخوي أعلم، ولكن ما يجوز تقليده ابتداء لأنه التقليد الابتدائي غير جائز. هل تقليد الله عزيزي تقليد الميت يجوز في حالة واحدة، أن تقلده في حياته ثم ترجع إلى الحي ويعطيك إجازة في البقاء على تقليده؟ أما إذا مات المرجع وأنت ما قلدت في حياته والآن تريد تقلده، فهذا يسمى التقليد الابتدائي وهذا غير جائز بإجماع العلماء. الوقت انتهى. يا الله، عزيزي لا يوجد لقاء بين السيد السيستاني وسيد مقتدى، هذا مجلس عزاء. في مجلس العزاء تكون دعوة عامة كل الناس تدخل. سيد مقتدى ذهب إلى مجلس عزاء، مجلس عزاء في هذه الليلة في مكتب السيد السيستاني، أي إنسان يقدر يدخل. يعني سيد مقتدى حالة من حال الناس اللي دخلت. السلام عليكم ورحمة الله.